بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. النبي صلى الله عليه وآله يتبرأ من 18 شخصا ويقول هؤلاء ليسوا منا، هؤلاء غير تابعين لنا. الله يتبرأ منهم، رسول الله يتبرأ منهم، أهل البيت يتبرؤون منهم، فلا يشفعون لهم ولا يدعون لهم بقضاء حاجة ولا يدعون لهم بشفاء مريض ولا يدعون لهم بزواج ولا بنجاح ولا بأي قبول إلى غير ذلك. أي أن أهل البيت عليهم السلام لا يشملونهم بدعائهم أبدا. من هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. الشخص الذي لا يوقر الكبير، ما يحترم الكبير ولا يرحم الصغير. ثانيا: ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه. جارك يخاف من عندك، جارك لا يشعر بالأمان وانت معه. ليس منا من غشنا، أي إنسان يغش أخاه المسلم فالله منه بريء والرسول منه بريء وأهل البيت منهم براء. كذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: ليس منا من أخلف بالأمانة. أي شخص ما يحفظ الأمانة، الزوجة أمانة، الأولاد أمانة، الوظيفة أمانة، فلوس العالم عندك أمانة، معاملات الناس عندك تقضيها أمانة، وأنت لا تحفظ هذه الأمانة فالله منك بريء ورسوله وأهل البيت. ليس منا ولا كرامة، ليس منا ولا كرامة من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه. هؤلاء الذين يكون لديهم تشدد ديني فيزهد عن الدنيا بأكملها ويتصور بأنه من طلاب الآخرة، هذا ليس منا. الذي يكون ماذا؟ يكون لديه نوع من الرهبانية، يكون راهبا، ليس بصحيح. يظلم زوجته وأولاده باب اسم الدين، يترك الدنيا ملذاتها، يهمل عائلته من باب الدين، أو أنه لا يترك الآخرة لأجل الدنيا. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: ليس منا من وافقنا بلسانه وخالفنا في أعماله. يوافقنا بلسانه ويخالفنا في أعماله، هذا ليس منا. كذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد الله، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. ليس منا من واصل لنا قاطعا، أو قطع لنا واصلا، أو مدح لنا عائبا، أو أكرم لنا مخالفا، فليس منا ولسنا منه. أنت عندما تداهن أعداء محمد وآل محمد فأنت لست من محمد وآل محمد بشيء، لسنا منه وليس منا. كذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول بنص العبارة: أيها الناس، إن أهل البيت عصمنا الله من أن نكون مفتونين، لا نفتن بهذه الدنيا، أو فاتنين نجعل الآخرين يفتنون بهذه الدنيا، أو مفتنين أي بمعنى نجعل الفتنة بين الناس، أو كذابين، أو كاهنين الدجل والسحر والشعوذة، أو ساحرين، أو عائقين نعرقل الأعمال الصالحة، نعرقل مسير الناس إلى غير ذلك، أو نعرقل الإصلاح، أو خائنين نخون الأمانة، أو زاجرين يزجر الآخر ويكون غليظا فظا قاسيا، أو مبتدعين يبتدع شيئا في الدين ليس فيه، أو مرتابين يشكون بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت، أو صادفين أن يبتعد عن الحق، صادفين عن الخلق، يبتعد عن الخلق وعن الناس ويعيش الرهبانية، أو منافقين. فمن كان فيه شيء من هذه الخصال يقول النبي صلى الله عليه وآله: فليس منا ولا أنا منه، والله منه بريء،
ونحن منه براء، ومن برئ الله منه أدخله جهنم وبئس المهاد. هذه الصفات احذر منها، هذه الصفات احذر 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 منها. برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.